بسم الله الرحمن الرحيم. كلامنا الآن على الأدفيرب اللي هو الحال أو الظرف، وهذه الكلمة بتعبر عن دائما طبعا الحال والظرف زي ما اتفقنا إن هو جاء لكي يصف الفعل، جاء لكي يصف الفعل، ده الاستخدام الأساسي بتاعه. الاستخدام الأساسي لهذا هذا الحال يعني لوصف الفعل، لكن هل ليه استخدامات تانية؟ أيوه، إحنا دلوقتي بنتكلم عن الاستخدام الأساسي طبعا لهذه هذا الحال أو الظرف. بيعبر يعني في أحوال بيسموها أحوال التكرار، يعني تبين الفعل ده بيتم كم مرة. أحوال بيسموها أحوال بيسموها adverb of time، دي هذه الأحوال تبين الزمن الذي تم فيه الفعل، المكان الذي تم فيه الفعل، تمام؟ والتدرج بالأسلوب. في عندي كمان في الغرض، مثلا الغرض الذي يأتي أو يتم من خلال من سبب به الفعل، طبعا الدرجة يعني very tall زي ما قلنا extremely tall، الطريقة المنر زي ما هنشوف كده مع كلمة quickly. فهنا بيبدأ يعرف حضرتك إن هو هذا الفعل طبعا دايما استخدم الظرف لوصف الفعل أو الصفة، أخذ الصفة بعد شوي. لكن في حتة مهمة خالص عايز أخلي بالي منها، قال لي خلي بال حضرتك من حاجة، he swims quickly، جاء بعد الفعل، جاء بعد الفعل. طيب he was a clever student، هنا جاء بعد الفعل قبل الصفة. he is extremely exhausted، واحنا اتفقنا إذا جاء الحال قبل الصفة جاء ليبين درجة الصفة، ليبين درجة الصفة. تمام. he was quite calm، هنا برضو هادئ إلى حد ما. قال لي كمان افرض عند حضرتك في فعل مساعد وفي فعل أساسي، يتحط فين؟ طيب إيه وظيفة الكلام اللي أنا بقوله ده ليه؟ قال لي ممكن يجي لحضرتك أسئلة في أسئلة الاختياري ويقول لك قل لي إيه هي الجملة الصحيحة structurally، يعني قل لي الجملة الصحيحة grammatically، يعني الجملة الصحيحة من ناحية القواعد. إيه الجملة؟ دي لك جملة، ولو انت مش عارف الترتيب الصحيح هتختار الاجابه الخاطئه. فاذا كان هناك حال وعندي في الجمله فعلين، فعل مساعد وفعل اساسي، اهم فين ياتي هذا الحال؟ ياتي بين الفعل المساعد والفعل الاساسي، از ودوي، اهو جاء الحال هم بينهم الاثنين از ستيل. طيب الحال كمان دايما كنا نقول ابدا الجمله، ابدأ الجملة بإيه؟ بالحال ولا تبدأها ابدأ بصفر؟ الجملة بحال ولا تبدأها بإيه؟ بصفر. فقال لك الحال ممكن يجي في الأول ماشي ويجي في الآخر ماشي، يمكن أول مرة تعرفه إنه يستر دي حال، بس حال من نوع إيه؟ بتاع الزمن، فاكرينه؟ أهو هو ده بتاع الزمن. طيب قال لي خلي بالك الحال، القاعدة العامة له هو عبارة عن صفة مضاف لها اللي واي، quiet quietly slow slowly quick quickly terribly terribly. طيب لكن إذا كانت الصفة أصلا منتهية باللي واي، إذا كانت الصفة أصلا منتهية باللي واي، بنحط صفة زائد واي أو ميثود. نحط طبعا احنا قبلها الأول إن آه ان آه، ونجيب الصفه اللي اخرها اللي واي وبعدين نحط مكانها اللي واي. هنا في اللحظه دي كلمه فريندلي دي طبعا الصفات المنتهيه باللي واي هي عامه بيقولوا ليس لها منها حال، ولكن اذا اردت ان تستخدمها كحال في الجمله بتضع قبلها ان آه وبعدها كلمه واي او مانر او ستايل او ميثود حسب الطرق اللي احنا قلناها. هناك كلمات تنفع صفة وتنفع حال. كلمة هارد
إذا جاء بعدها اسم مثلا ممكن تبقى صفة وممكن تبقى حال، وفاست وإيرلي ودايلي ويكلي ونيرف وهاي وليت ولو. I found a job very fast، فأصبحت صفة. أحمد I find a job هنا very fast يعني بسرعة، فأنا ده حال وده صفة. أحمد has always worked hard هنا حال. هبة can swim well، ها حال. I won the race easily حال. طبعا دي كلها هنا كلمة fast دي ممكن تبقى حال وممكن تبقى صفة، لكن لو قلنا هي run very fast هو يجري بسرعة، فوجد الجملة very fast، لكن هنا في هذه اللحظة جاء حال برضو مش صفة. هناك ظروف غير منتظمة، يعني ايه ما ينفعش تحط لها ال واي. good الحال منها will. every day المتصلة صفة، every day المنفصلة حال. indoor ده صفة حال منها indoors. outdoor صفة outdoors حال. خلي بال حضرتك عشان ما تقعش في المشكلة دي. hard ها تنفع صفة وتنفع حال، إنما hardly صفة، يعني عايز أقول لك إن hardly ليست الحال من كلمة hard. hardly ليست الحال من كلمة hard، إنما hardly بمعنى نادرا، يعني ده معنى لوحدها. late تنفع صفة وتنفع حال. lately معناها مؤخرا وليست حال من كلمة late. later صفة. later ها حال. يبقى شوف هي شغالة هي على الناحيتين. في عندي extreme، extremely صفة وحال. good will خلي بالك، خلي بالك كلمة will تنفع صفة وتنفع حال، تنفع صفة وتنفع حال، شغالة مع المدير برضه very well. تيجي بمعنى حسنا. يعني ممكن اقول انا هنا كده I answered well. ايه I answered well تنفع هنا، وممكن اقول I well done. فهذه الحياة يعني مش محتاجين احنا نوجع دماغنا فيها، يعني يعني هقول لحضرتك How are you؟ ممكن تقولوا لي I am very well. I am very well. well هنا جاية أيوة. توصف مين؟ توصف حضرتك، فأصبحت صفة. أنا فإذا تنفع صفة وتنفع حال. كلمة most بيجي معاها of وتبقى هنا إيه معناها معظم ودي صفة. mostly هنا عند حضراتكم بتبقى حال عامة أو عادة أو أساسا. every day قلناها المتصلة والمنفصلة قلناها فوق عشان ما نعيدش الكلام تاني. مين دول ده يا اخوانا؟ في حد دخل عندنا لسه داخل اسمه لول ولا لولي؟ ده محمد بهاء ده احمد ولا مين؟ لا ممكن علا بعد ما خلصنا جاي على ماشي. استنيها بس. طيب ما علينا، تعالوا بصوا على الملاحظات الهامة على الصفة والظرف، وتخلي بالك كلام قال من شوية بس احنا هنعيده تاني عشان ما تسجلش، بس الحمد لله انه هو ذكر مرة ثانية. فاكرين لما اتكلمنا على ان الصفات هناك صفات قوية اللي هي بنقول عليها صفات عادية، وهناك تفضل. صفات يعني صفات عادية أو ضعيفة، وهناك صفات قوية. الصفات العادية إيه الأحوال؟ ده سؤال مهم تخلي بالك منه. إيه هي الأحوال التي تأتي مع الصفات العادية أو تأتي مع الصفات الضعيفة؟ very rather fairly quite extremely little. I am very أو extremely tired. Mr. أحمد is a very good teacher.
لاحظ ان فيرل وايت دايما بيبقى معناها ايجابي، يعني معناها تأتي مع الصفات المحببة الى قلب المتحدث، بينما رازر بتدي معنى سلبي، يعني معناها انك مش حابب هذه الصفة. لولا طلع تاني مشي. زي المثال it's quite cold. هاد كوايت معناها انه هو I can bear it، يعني انا اتحمله. quite cold يبقى اذا كاني انا بجيب لحضرتك، هدي لك المثال، جبت لك كوبايه ميه ساقعه في الصيف، فتقول عليها it's quite cold، ان عاجبك البرد اللي فيها. لكن لو جبت لك نفس الكوبايه في الشتاء، فتقول ايه؟ It is rather cold. I can't bear it. لا أتحمله. الجملة واحد، لكن أنا غيرت الحال، فأدى هذا إنه عرفنا إن صفة cold بالنسبة للمتحدث هنا صفة غير مرغوب فيها، وهنا صفة مرغوب فيها. الصفات القوية absolutely, completely, entirely, totally, ها extremely. حصل الكلمة دي؟ يبقى طلعت منها إن extremely دي تنفع مع الصفات الضعيفة ومع الصفات القوية. القوية. زمان was completely exhausted, absolutely amazing, extremely successful. ده اللي لاحظ كمان الظروف الآتية جبتها لك أهو تنفع مع القوية والضعيفة. Rarely و pretty. Rarely و pretty. Rarely و pretty هذه الصفات بنستخدمها تنفع مع القوية ومع الضعيف. بعد كده دي كانت هي الحال وكل ايه ما يختص به. بعد كده هنبدأ بجزئية القاعدة اللي هي تعتبر قاعدة يعني للقراءة فقط او للاطلاع فقط، لكن اخذت في سنة اولى، لذلك انا هحاول اعيد مع حضراتكم تاني عشان نبقى جاهزين على حل التمارين غدا ان شاء الله في على كل اللي احنا شرحناه إن شاء اليوم الله. ان شاء الله. بتكلم على جزئية حضراتكم حاجة تسمى ضمائر الوصل. ليه سموها ضمائر الوصل؟ وفي ناس بتسميها الأسماء الموصولة، الذي والتي والذين واللاتي، حضراتكم اللي انتم عارفينه احسن مني. الجملة تختلف عن الروابط العادية. الرابطة العادية إن بتبدأ الجملتين كل واحدة محتفظة بكيانها، فاعلها ومفعولها وفعلها والكلام ده. أما ضمائر دي لما بتخش على جملتين توصلهم، ولذلك بتحولهم إلى جملة تسمى بالجملة المعقدة، الجملة الكومبلكس سنتنس. عندنا أدوات ربط بتستخدم تحل محل الفاعل المفعول العاقل هو، واللي بتساوي ذات، وهم اللي بتساوي ذات. فأقول الحاجات اللي هي بتحل محل الفاعل والمفعول العاقل ثلاث حاجات، هو وذات وهم. طيب أعرفهم إزاي إن هم حلوا محل فاعل أو مفعول؟ قال لي حضرتك إذا حلت محل مفعول أتى بعدها فاعل، وإذا حلت محل فاعل أتى بعدها فعل. تاني، إذا حلت أي واحدة منهم حلت محل فاعل أتى بعدها فعل، حلت محل مفعول أتى بعدها فاعل. هتلاحظ هنا إنهم لا تحل إلا محل مفعول عاقل فقط، لذلك اديتها اختيار واحد بس أنا أهو، إن هي يأتي بعدها فاعل، عشان اللي مش فاهم اللي فوق يفهم دي. ولو أنت معاك قلمك طبعا هي موجودة عندكم في المذكرة مشروحة بوضوح. إيه الاختلاف الثاني؟ إنه هو وهم يأتي قبلهم كوما. يمكن أن أستخدم قبلهم كوما، مش لازم ضروري يعني، إنما ذات لا نستخدم قبلها كوما. الفرق الثاني، هو وذات
ما ينفعش يجي قدامهم هنا حرف جر، لكن هم بس يمكن أن يأتي قبلها حرف جر. لذلك كاتب إيه؟ كاتب لك هنا إيه الحتة دي، تخلي بالك منها، هي تساويها في المعنى بس لكن لا تساويها في صفاتها. الذي يحل محل غير العاقل هي أداة واحدة اللي هي هويتش وتساوي ذات. تطلع من كده إن ذات تنفع مع الفاعل والمفعول العاقل والغير عاقل. لاحظ معلومة ثانية كنا بنقولها، أن ضمير الوصل يأتي وراء الكلمة التي يصفها. ضمير الوصل يأتي وراء الكلمة التي يصفها، ويحل محل فاعل أو مفعول بس غير عاقل. إذا حل محل فاعل يأتي بعده فعل، وإذا حلت محل مفعول يأتي بعدها فاعل. ده الكلام اللي احنا قلنا عليه. الميزة، وتخلي بالك من الأداة دي لأن دي بيجي قدامها حرف جر. وهتلاحظ إذا كان حرف الجر قبلها أو بعدها، قبلها أو بعدها، حرف جر يدل على المكان زائد which تساوي where، أو حرف جر يدل على الزمان زائد which تساوي when. حرف الجر ممكن يقف في الاول، ممكن يقف في الاخر. طبعا بتحل محل غير عاقل، كان يقول ارتكل او بوك او نوفل، دي امثله للحاجات الغير عاقله. الحي المكان زي الميتنج زي الايج. فوير تحل، افرض جات وير طيب نفسها، قال لي وير دي لوحدها يا استاذ، دي بياتي بعدها جمله كامله وتحل محل، يوجد جمله كامل وياتي بعدها جمله كامله وتحل محل المكان. اما الحاجه هوز طبعا يأتي قبلها جملة وبعدها اسم عاقل أو غير عاقل بس اسم مملوك. يعني مثلا إيه؟ I met أحمد whose father. Whose father is a doctor، اللي أبوه لازم. طيب هتلاحظ ممكن يلخبطك في الامتحان في هو أبوستروف إس، دي اختصار لأحد الكلمتين هو إز أو هو هاز. طبعا عرفنا إذا جاء بعدها اسم فهي، أو فعل مضاف له إن جي فهي إز، وإذا جاء بعدها تصريف ثالث فهي بمعنى هاز. وين طبعا بتحل محل الزمان، وممكن نشيلها ونحط مكانها ويتش بس مسبوقة بحرف جر يدل على الزمان. في كلمة اسمها وات، دي يأتي قبلها فعل، ودي بيسموها باللغة العربية ما الموصولة. ما الموصولة، ما الموصولة يعني معناها الذي، يعني أقول إيه what annoyed me، الذي أو ما ضايقني is that you are comes أو you are coming late، إنك دايما بتيجي متأخر. خلي بالك كلمة ذات دي طبعا يعني بنستخدم قبلها عاقل او غير عاقل لانها بتحل محل العاقل وغير عاقل. طبعا ذات ما بيجيش طبعا هنا ايه في مجموعه من في جمله اعتراضيه بنستخدمهاش معاها، يعني مش عايزين نحكي عليها، دي الثالثه ان شاء الله نحكيها. لكن هناك كلمات تلاقيها دايما مع ذات، all ذات، only ذات، many ذات، much ذات، any ذات، some، few، little، وحياة طبعا ايه عاقل او غير عاقل مش مشكلة، وذا بيست وذا موست دي كلها نستخدم معاها ذات. متى يتم حذف ضمير الوصل؟ هي اخر صفحة، عارفكم تعبتوا. يتم حذف ضمير الوصل في الحالات الآتية، لا اذا عادي جاء تمام. يتم حذف ضمير الوصل اذا كانت الجملة بعده معلوم، اهي is playing ده معلوم. ايه اللي يتحذف؟ قال يتم حذف حاجتين. ايه الحاجتين اللي هنحذفهم؟ يتم حذف ضمير الوصل وفيرب تو بي. يتم حذف ضمير الوصل وفيرب تو بي. طيب ويبقى الفعل مضافا له اي ان جي، اهو علي هو از بلاينج، ممكن اقول علي بلاينج. طيب لو جاءت بعدها الجملة في المبني للمجهول زي دي ووز ريتن، مبني للمجهول، ما الذي يحذف؟ قال يتم حذف ضمير الوصل وفيرب تو بي ويبقى التصريف الثالث كصفة. هو از كولد، اهو شال دي
ويبقى كان يعني طبعا هنا هنشيل عندي هو از ويفضل عندي كولد بس. يمكن حذف ضمير الوصل ها إذا حلت محل مفعول، إذا حلت محل مفعول. طيب أعرف إزاي إن هي حلت محل مفعول؟ زي ما قلنا فوق يأتي بعدها فاعل. This is the girl who I، This is the girl who I، أتى بعدها فاعل فهي حلت محل مفعول، يجوز حذفها كما ترى في الجملة. قال لي لاحظ كمان يعني ملاحظات هامة، يمكن استخدام which بعد المكان إذا استخدم كشيء أو وصف. ليه؟ اسمع معي. This is my house. This is my house. الاثنين أنا بتكلم على بيتنا. مرة استخدم which ومرة استخدم where. بمزاجه قال لي لا. هنا في المرة الأولانية لما قال This is my house which I bought، تحدث عن البيت كشيء تم شراؤه. This is my house where I was born، حيث ولدت، اتولدت فيه، فتحدث عن الهاوس على أنه مكان. ودي الصعوبة، إنك لازم تترجم ودي تتحط للفهم، الناس اللي فاهمة مش الناس اللي حافظة. ممكن مع المكان يعني لو أنا استخدمت مثلا زي university، This is the university which I love most، هذه هي الجامعة التي أحبها. This is the university where I study English، حيث درست اللغة الإنجليزية. الحاجة الثانية لابد إنك أنت تحدد يعني الضمير ده عايد على مين. I played the match، يعني عايز أقول لحضرتك إيه، إن واتش دي يمكن أن تحل محل جملة، خلاص يعني، وممكن تحل محل فعل زي ما احنا قلنا يعني فاعل او مفعول. I played match، I played a match with my friends، لعبت ماتش مع اصحابي. Which was exciting، ادي friends. هل which دي حلت محل friends؟ قال لي لا، ده هي which هنا حلت محل الماتش بس جاءت في الاخر لانه هنا انتهاء الجملة. I met أحمد in the street. Who؟ ليه أنا بقول لك كده؟ ليه أنا بقول لك كده عشان تبقى فاهم؟ لأن حضرتك هو هيشيل هويتش ويحط لك نقط. تقول الأستاذ قال لنا أن ضمير الوصل يأتي وراء الكلمة التي يصفها. فما تترجم يا أستاذ. I played a match with my friends، وحط لي في النقط. يقول لي هو ولا هويتش؟ تقول لي آه ده friends، دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن عاقل فآخذ هو. أقول له غلط، ما أنت ما قريتش. was exciting مثير، مين المثير؟ اصحابك اللي كانوا، وبعدين اللي هدي فريندز جمع، المفروض ما يقولش was. المثير هو الماتش، يبقى في هذه اللحظه اجيب حاجه تحل محل غير العاقل. I met احمد in the street، يقول لك هو ولا ويتش؟ تقول الستريت غير عاقل استخدم ويتش؟ اقول لك لا، قابلت احمد. هو احمد اللي كان تعبان ولا الشارع اللي كان تعبان؟ ده احمد، فتقول هو. طبعا يمكن استخدام حروف الجر، قلت لك مع ثلاث ادوات بس بياخدوا حروف جر قدامهم، هوم وهوتش وهوز. قال لك لكن اوعى واوعى تستخدم حروف جر قدام وير او وين او هو او ذات، ولكن يمكن ان ياتي حرف الجر وراهم مع كلمتين بس. يعني this is my friend who I play with، جات ورا ماشي مع هو ذات بس، لكن ينفع احطها قدامه؟ لا، ما اقولش this is my friend with who، لا ما ينفعش. طيب إذا وجدنا في الجملة بيسموه رقم ترتيبي، the first الأول، the second الأخير، الثالث، الرابع، الحتة دي مهمة يا سنة تانية، يأتي بعدها تو زائد المصدر، يأتي بعدها تو زائد المصدر. طيب I was the first person، يا إما يأتي بعدها تو زائد المصدر أو يأتي بعدها جملة كاملة. I was the first، يعني أنا كنت أول واحد. هو ليفت ذا شيب، جبت وراها جمله كامله بضمير وصل، شلت ضمير الوصل ده، ها شلت ضمير الوصل، يحصل ايه؟ تجيب وراها تو زائد المصدر، يعني ده برضو من ضمن الحالات اللي حذفنا فيها ضمير الوصل. يمكن استخدام ويز بدلا من عباره الوصل،
هو هاف، ذات هاف، يعني هو هاف الذي يملك، ذات هاف الذي يملك، which هاف الذي يملك. طيب وز دي عارفينها، وز ايه اللي بتاخدوها في العربي زو، اللي هي اسم من الاسماء الخمسه ولا الافعال الخمسه مش عارف، وز اللي هي بمعنى صاحب، اللي هي زو بمعنى صاحب. I live in a flat who which has four rooms. انا عايش في شقه اللي فيها 4 حجرات. قال لي ممكن تشيل which has دي وتحط مكانها وز. I live in a flat with four rooms. تستخدم، ممكن استخدم whose بين اسمين يعني. ولاحظ ان بعض الافعال تستخدم كاسم. ايوه بلاي، ها بلاي، اذا جاءت فعل بمعنى يلعب هتحط قدامها هو او ويتش، اذا جاءت بمعنى مسرحيه تستخدم معاها هوز لانها بقت اسم. ستاي، اذا كانت بمعنى يبقى او يقيم تستخدم معاها هو ويتش هوم اي حاجه. اذا كانت بمعنى اقامه فتستخدم معاها هوز يعني بقت اسم. اكسبورتس، اذا كانت بمعنى يصدر فهي فعل تستخدم معاها هو او ويتش او ذات. اذا كانت بمعنى صادرات فهي اسم تستخدم معاها هوز. لايكس، فيزيتس الزيارات يعني، لايكس والحاجات اللي بيحبها، وهيلب يساعد او مساعده. المهم هاز في كلمات بتنفع اسم وتنفع فعل، اذا كانت فعل يا من عمنا استخدم معاها هو ويتش ذات زي ما انت عايز، إنما إذا كانت اسم لا تستخدم معها إلا هوز. في قلتها لك قدام، ذات بنستخدمها مع كلمات ما ينفعش غير ذات بس، مع all وماتش وميني وفيو وإفري. قال لك إذا جاء بعدهم حرف جر أف اللي هو هوم وويتش، أقول إيه؟ I chatted with that girl all of them، يا all of whom يا أستاذ، ما انت قايل اول ما تجيش غير مع ذات. قال لي لكن لو دخل حرف جر اوف بستخدم معاها هوم او ويتش ولا استخدم معهم الباقين.